انا مش هقول لك انا عندي ايه ولا اقدر اعمل ايه، بس انا اقدر احقق لك كل احلامك اللي حلمتيها واللي لسه هتحلميها. يعني اي حاجه هتتمنيها في يوم من الايام يا بنت الناس هتلاقيها ما بين ايديك في لحظه واحده. انا عايز اتجوزك يا مورا رسمي على يد مأذون وقصاد الناس. هعمل لك فرح ورا البرنسيسه في افخم مكان في مصر. شهر العسل هنقضيه في اي حته هتختاريها من على الخريطه. كل ده يزيد ذنبي؟ بس اللي انا اعرفه ان انت متجوز و... وعندي بنت. بس انا اخترتك انت يا ماما. اشمعنى انا؟ عشان اللي عندك انا ما لقيتوش في واحده تانيه. انا عارف اني فاجئتك، بس صدقيني اللي جوايا مش قادر يستنى عليا ولو ساعة واحدة عشان امهد الكلام اللي انا بقوله دلوقتي. الخاتم الالماس ده هدية بسيطة، لكن شبكتك انت اللي هتختاري على زوجك. قلتي يا بنت الناس أنا مش موافقة. ليه؟ مش موافقة على إيه؟ إن أتجوزك. ممكن أعرف ليه؟ عشان أنا مخطوبة ودبلة فضة زي ما انت شايف. دبلة فضة؟ يا سبحان الله، مش قلتلك اللي عندك انا ملقيتوش عند واحدة تانية؟ اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.